منذ ظهور فيروس كورونا وانتشاره على نطاق عالمي، تباينت الآراء والتفسيرات العلمية حوله، وتنافست كبرى الشركات في الحصول على سبق لإنتاج لقاح مضاد للفيروس التاجي كوفيد-19. اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا البريطانية بالاشتراك مع جامعة أوكسفورد أثبتت أنه فعال بنسبة 70% في الوقاية من الفيروس، كونه أقل كلفة وأكثر سهولة في التخزين. فعند الإصابة بالعدوى ودخول الفيروس إلى الجسم، يتكاثر ويهاجم الخلايا بسرعة كبيرة، فيعمل اللقاح على تحفيز جهاز المناعة ليستطيع التعرف على الفيروس وتدميره. أظهرت نتائج تجربة اللقاح البريطاني أنه يحدث استجابة مناعية قوية آمنة لدى الأصحاء الأكبر عمراً، وبآثار جانبية أقل لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 56 عاماً وأكثر مقارنة مع الشباب. وتعمل اللقاحات على استغلال ذاكرة الجهاز المناعي، حيث أن التطعيم يحاكي العدوى ويدرب الجهاز المناعي ويمكنه من تطوير أسلحة لمكافحة، ويتسبب اللقاح في حدوث رد فعل مناعي من دون التسبب في المرض. ومهما تكن آلية عمل أي لقاح مضاد للفيروس، فإن ما يهم العالم هو الحصول على لقاح آمن يقيه من عدوى الإصابة ويستطيع إعادة الحياة إلى سابق عهدها.